خلينا نطلع على مفهوم الدايركت فلكس والكوادرنت فلكس من دي سي موتور. هلا اذا طلعنا على دي سي موتور في عندنا فلكس موجود هون، فالفلكس بهذا الاتجاه جاي، هذا الفلكس اللي جاي بهذا الاتجاه نسميه هذا الدايركت فلكس او فاي او بي دايركت دي. هلا نشوف شو بصير في الدي سي موتور. الدي سي موتور راح يبدا في عندي كرنت يتحرك بهدول، مضبوط، والاتجاه تبعه راح يكون بحيث انه ولنحسبه، خلينا نحسبه ونمشي فيه بالتفصيل ونحسبه. راح ناخذ اول شيء عندي هون، انا في البدايه اول ما ببدا راح اعتبر هذا ستيشنري، في عندي فلوكس بهذا الاتجاه، تمام؟ هلا راح يمشي الكرنت، وخليني افترض انه الكرنت اللي مشيته او خليني افترضه هون هيك. طبعا انتم متذكرين في عندنا هون شيء اسمه نيوترال اكسس. اوكي، شو بيصير بالنيوترال اكسس؟ بينعكس بينعكس اتجاه التيار. مين اللي بيعمل عكس اتجاه التيار؟ مين اللي بحط هذا الشرط؟ الكوميتيتر والبرشز. فالكوميتيتر هو وظيفته انه يعكس اتجاه التيار بهذول الاسلاك. هلا راح تلاحظوا بس ترسم النيوترال اكسس من هون راح تلاقي انه كل الاسلاك اللي على الجهه هاي بمر فيها التيار باتجاه، وكل الاسلاك اللي على الجهه هاي بمر فيها التيار باتجاه معاكس. هلا لما المحرك يمشي شوي صغيره في سلك، لو فرضنا انه بده يمشي بهذا الاتجاه، هلا بنطلع الاتجاه، لو فرضنا بيمشي بهذا الاتجاه في السلك اللي عبر النيوترال اكسس ايش راح يصير فيه؟ راح ينعكس اتجاه التيار فيه. في اللحظه اللي هو على النيوترال اكسس راح يصير الكرنت فيه زيرو، بعدين راح ينعكس التيار فيه. ولو جينا اطلعنا على الكرنت اللي ماشي في هذول الاسلاك راح الاقي انه الكرنت اللي ماشي في كل واحد من هذول الاسلاك بيعمل شيء زي هيك. فلاحظوا على فكرة الكرنت اللي ماشي في الأسلاك شو؟ اي سي، هو دي سي موتور، بس الكرنت ماشي في السلك اي سي. كل ما الف، كل ما امشي 360 درجة كهربائية راح يعكس هذا مرة، مضبوط؟ لأنه ممكن يكون هذول أربعة بولز، بس احنا هون بسطناهم حطيناهم اثنين بولز. خلينا نطلع أول شيء اتجاه التورك، على أي أساس بنستعمل التورك؟ اتجاه التورك رح نستعمل هذا مش جرد افكت، هلا في البداية رح يكون موتور افكت، مضبوط؟ نمشي على هاي عندي الفلكس في هذا الاتجاه، واضح ان الفلكس بهذا الاتجاه، مضبوط؟ الكتريكال بهاي الاتجاه، خليني اول شيء اخذ هذا السلك اللي موجود هون، هي الفلكس، مضبوط؟ عفوا هي الكرنت، لو اخذت هذا السلك، هي الكرنت بهذا الاتجاه، الفلكس بهذا الاتجاه، وين راح يكون التورك عليه؟ لتحت. لتحت. اذا راح الاقي هذا الاسلاك مثلا هذا السلك راح الاقي ماشي، هلا هو فعليا ما راح يكون لتحت بالضبط، لانه عند النقطة هاي الفلكس راح يكون هيك. وعند النقطة هذه يعني الفلكس رح يكون مش تانجنشال، رح يكون عمودي على السطح. فلو نرسم الفلكس بشكل صحيح رح يكون الفلكس هون هيك، هون هيك، هون هيك، رح الاقي. وطبعا المفروض انا الماجنت اكبر عندي رسمته، المفروض رسمت الماجنت، يعني المفروض ماجنت ما يضل في منطقة فاضية، المفروض الماجنت لو ارسمه بشكل صحيح، أو إذا كانوا غير من الماجنت أو الكترو ماجنت أرسمها هيك بشكل صحيح، فحتى يضل الفلكس عندي في كل النقاط. لاحظوا الفلكس اتجاهه صار عمودي على السطح، وهذا بضمن إنه التور الفورس تكون تانجنشال. رح تكون عند كل نقطة من النقاط هاي الفورس تانجنشال على ال... فعندي هلا هون هذول هاي هيك، هذا رح أرسمهم هيك، رح أرسمهم هيك، وهلا عندي على الجهة الثانية رح يصير عندنا هذا هاي الماجنت وهي الماجنت هون، وراح الاقي انه الفلكس هلا هون كمان تانجنشال لانه بكون عمودي على الاير جاب، فبصير عندي هذا هيك. طيب نحسب الهاي، اذا حسبنا احنا الفورس لقينا انه الفورس الفلكس راح يكون بهذا الاتجاه هون مثلا لو جينا، او اذا بنكون دقيقين وين الفلكس بالضبط؟ لانه عمودي هيك، وعندي الكرنت طالع من الصفحه، فوين صار الفورس؟ تانجنشال، يعني لتحت بس تانجنشال، يعني هيك صار. وهاي الفورس رح تصير هيك، وهاي الفورس رح تصير هيك، وهاي هيك، وهاي هيك، وهاي هيك الى اخره، اوكي؟ نجي نطلع على الجهه الثانيه، طبعا الجهه الثانيه بدها تكون معكوسه مش هيك؟ فلو جينا طلعنا على هاي الجهه، الفلكس في هذا الاتجاه، بس الكرنت داخل الصفحه، وين صارت الفورس عليه؟ لا مضبوط؟ او
تانجنشال، وراح يصير عندي الفورسز كلها بهذا الاتجاه، وهذا طبعا جيد مش هيك؟ ليش؟ لانه هذول ماشيين بهذا الاتجاه وهذول ماشيين بهذا الاتجاه. لو جمعت هذول كلهم وضربتهم في الريديوس شو بعطوني؟ تورك مش هيك؟ فصار عندنا هذا هلا راح يتحرك بهذا الاتجاه الموجود. هلا هذا لما يمشي في كرنت ايش راح يتكون؟ راح يتكون منه نفسه هو فلكس، مزبوط؟ هي طبعا مش كل الجهه هاي الكرنت ماشي هيك، كل الجهه هاي الكرنت ماشي هيك، شو بتكون عندي؟ بتكون عندي فلكس، وهذا الفلكس سببه الروتر. راح يصير عندي هذا، وهذا راح نسميه كوادرتشر، وهذا راح نسميه دايركت. اوكي؟ فصار عندنا هون هلا بالدي سي موتور في عندي دايركت فلكس، في عندنا كوادرتشر فلكس. وبنفس الطريقه اللي كنا نحكي فيها بتتذكروا في الاي سي ماشين قلنا التورك هو بقدر افكر في محصله ايش؟ اوكي؟ في ار اي بقدر نفس الشيء اعمل هون، اقول انه هون عندي محصله التورك هي بي ار، ار اللي هي الروتر يعني هون كانت الكوادرتشر في بي اس، ولو عملتهم بهذا الاتجاه هي هذا هيك وهذا هيك، هذا ار هذا اس، لو ضربتهم وين التورك عندي؟ بهذا الاتجاه، مضبوط؟ باتجاه الحركه، المحرك التورك بيكون باتجاه الحركه، الجنريتر التورك بيكون معاكس للحركه، اوكي؟ اذا هي تكون عندي هذا. هلا هذا ميزته سهل جدا التحكم فيه، لو انا بدي اغير التورك تبعه راح اثبت الان كونستنت، راح اخلي دي كونستنت، يعني راح اخلي الدايركت فلكس كونستنت، واذا بدي اغير الكوادرتشر فلكس، هلا هون صار عندي الكوادرتشر فلكس فيري تو فيري تورك. طب والاورينتيشن؟ كيف بدي اتاكد الاورينتيشن صحيح؟ الزاويه، كيف بدي اتاكد انه الزاويه صحيحه؟ قديش الزاوية بينهم؟ 90. هل راح تتغير عن 90؟ هذه هي هاي سهولة التحكم في الدي سي موتور. لو ريحت من كل شغلة الزوايا والاورينتيشن والهاي، الكوميتيتر ضمن لي الكوميتيتر انه الكرنت يكون دائما ماشي بهذا الاتجاه. اي سلك بنط عن النيوترال اكسس راح يلاقي اوتوماتيكلي الكرنت انعكس فيه، وكل سلك هون بنط عن النيوترال، فرغم انه الروتر بلف، رغم انه الروتر عماله بيتحرك او الارمتشر عم بيتحرك، لو انا طلعت دائما هون اي سلك موجود هون شو راح يكون الكرنت دائما فيه؟ طالع، واي سلك موجود عند النقطه هاي الكرنت دائما راح يكون فيه؟ ولما يعبر على الجهه الثانيه راح لا ينعكس الكرنت فيه، هاي اذا سهوله التحكم في التورك في الاندكشن في الدي سي موتور انه انا ممكن اثبت مثلا تكون الاستراتيجيه تبعتي اثبت هذا اذا كانه بيرمنت ماجنت هو اصلا ثابت وبغير بغير الارمتشر كرنت، واذا غيرت الارمتشر كرنت بتغير معي بتغير الكوادرتشر فلكس وبحقق التورك اللي بدي اياه، والزاويه مضمونه انها 90 درجه، فمباشر عمالي بتحكم بالتورك بس بتغيير الارمتشر كرنت. هاي السهوله اللي موجوده في الدي سي موتور.